تعز تخرج عن صمتها في مظاهرة احتجاجية غاضبة، لكن هذه المرة مناهضة لتدهور العملة وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، حيث يخيم شبح المجاعة على حياة المواطنين. الناس وصلوا إلى مرحلة لا تطاق من حيث مستوى المعيشة، من حيث مستوى الدخل، الدخل منخفض جدا، الأسعار مرتفعة جدا، والأسعار كل يوم في زيادة. المواطن هنا يسحق، المدينة تعاني، الأسعار في ارتفاع يعني شديد. خروج الناس في هذه المظاهرات هي شيء من يعني القهر والغلب. هنا واحد من مشاهد الاحتجاجات الرافضة للحالة المعيشية، حيث لجأ المحتجون إلى إحراق إطارات السيارة وإغلاق الشوارع الرئيسية والسير في بعض شوارع المدينة، مطالبين الحكومة والتحالف بإنقاذهم من أزمة خانقة. يعني هذا اسعار خيالي، ما يتوقع القبيلي اليوم الراكب يطلع يشتي، يطلع السيكل الموتور يقول له 500 ريال، الدباب يقول له 200 ريال، هذا التحالف باع الوطن وباع اليمن. في ظل تفاقم الوضع الإنساني الذي يتهدد الآلاف من أبناء هذه المحافظة، لا تبدو الحكومة الشرعية والتحالف العربي جادين في المساهمة بالعمل على انتشالها من الواقع المزري الذي تعيشه منذ انقلاب ميليشيات الحوثي وشن حرب ضد مقدرات البلاد. تتنوع الفعاليات الاحتجاجية الرافضة لتدهور الأوضاع المعيشية، وهو ما يترك تساؤلات عديدة، أهمها هل ستجد نداءات المواطنين طريقها نحو المعنيين أم أنها ستذهب كسابقاتها؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.